بص يا احمد، ركز معايا دلوقتي. انت عامل توصيله بالججنم وقافل الديودينم، معايا ولا لا يا احمد؟ انت عامل حاج فين؟ احمد، أحمد، ما دخلتش لسه ليه يا ابني؟ أحمد، طيب، طبعا مش هشرحها دلوقتي غير لما يجي. بصوا يا جماعة، احمد جه. بص يا اخوانا، اول حاجه في البيل هناخد مقدمه اناتوميه جميله، وتذكر بقى من الرسومات، الرسومات كتير وعلى قفا من يشيل. احمد جه يا ابني، حرام عليك. القلم ده وحش قوي، ايه ده؟ انا لازم اجيب رسمه قلم حمراء لانها بتخلص بسرعه جدا. اول حاجه نرسم الرسمه الجميله دي، دي بيزكس اوف بيزكس اوف بيزكس في البيلياري. البيلياري طبعا بيتسال كتير، نظري مهم جدا، بس هنعرف برضه ترتيب الحاجات فيه ايه. ماشي احمد؟ ماشي احمد، دخلت. ها احمد رشاد؟ يا احمد يا رشاد، تمام يا دكتور. يا عم ارحمنا يا عم، بقى لنا كتير بننادي عليك. بص، ادي الديودينم وادي البانكس، خلاص وصلنا بالججنة. ماشي، فهمها دي اسمها بالروث ايه؟ بالروث 2 قفلنا الديودنم، بدل ما نوصل بالديودنم بالروث 1 وصلنا بالججنم بالروث. قلت لك لو احنا وصلنا بالديودنم بالروث 1 احتماليه الليكج موجوده، ولو وصلنا بالججنم في بالروث 2 احتماليه ان الحته دي تفرقع، ده بلو اوت. ماشي معايا؟ طب في حاجة اسمها افرنت، ما هو ده الافرنت وده الافرنت. الافرنت اللي بيجيب كل، بيجيب كل البايل والسكريشنز، والافرنت اللي بيرجع الاكل بقى على ايه؟ الانتستين. يعني ايه افرنت روب بقى؟ مالناش دعوة بلو اوت، مفيش حاجة اسمها بلو اوت، خلاص ما انفجرتش، لكن وسعت بقى ريداندنت. الوسع ده رهيب لدرجة انه ممكن اللوب لما يتسع كده يبقى كانه قد الاستومك في الحجم. ده ليه مشاكل كتير، منها مثلا انه بيحوش الاكل، فبيقولوا بيوسع ساعات لانه السكريشنز بتزيد فيه كتير جدا بالهرمون الريفلكس لما الاكل ينزل في الاستومك، فالسكريشن بتزيد سبب غير معلوم في ناس عن ناس، فبتعمل تمديد للايه؟ للججنم جرادولي. وفي غلطه جراح انه يكون سايب افرنت كبير، يعني يكون حاطط الاستومك بعيد سنه فالافرنت يطول قوي. ايا كان، في عندي مشكلتين، البلوه اللي وسعت دي تقفل حاجه ثانيه، تعمل اوبستراكشن وتعمل فولنس، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه لما بيوسع كده بيحوش اكل جواه، لان الاكل ينزل ما يلاقيش الحته دي واسعه، يلاقي دي هي اللي واسعه، يروح رايح كده، يروح رايح كده، يروح رايح كده، كان المفروض يروح كده، بس لانه لقى الحته دي واسعه كبيره جدا عامله زي الاستومك يروح داخل فيه. النتيجة النهائية إيه؟ إن عنده حتة كرشة كبيرة عمال يحوش فيها أكل، وفجأة العيان نعمل عام مش عارف إيه، يروح الأكل كله راجع في الجاسترو إيه؟ جينوستومي، والعيان يرجع ويأسبريت وبلاوي سودا بقى. فعندي حاجتين، لو أوت ده إيرلي، ده إيرلي، أنت قفلت هنا بالدباسة أو بالخياطة أو وحصل بلو أوت، انفجر، يا بابريتونايتس، ودي سيريس كومبليكيشن.
انما افرنت لوب سندروم انا وسعت جرادولي مع مرور الشهور مع مرور السنين، وده مش طبيعي انه يحصل، بس بيحصل لسبب غير معلوم او لغلطه جراح طول قوي في الافرنت لوب. مشكلته حاجتين، يحسب العيان فولنس جامد جدا ممكن يعمل له اوبستراكشن لاي حاجه لانك عندك حاجه كبيره وبالكي، ورقم اثنين ممكن يبتدي يرجع لك يريتروجريد الاكل كله على الاستومك تاني لان هو بيحوش الفود فيخليك ترجع، يبقى العيان عنده مشكله تركيا. فهمت دكتور؟ هي الافرنت لوب اللي هي ايه؟ حاجه جامد هي دي جايبه البايل وجايباه على الحته بتاعه الجاستروجينوستومي عشان الاكل لما ينزل يتغذى بالبايل ده. دكتور طب ممكن الجزئيه بتاعه الليكج اللي في الروس 1 كانت ايه؟ الليكج اللي في العمليه بتاعه الروس 1 بطلوها ليه؟ لان الاناستوموز ما بين الاستومك وما بين الديودنم، اي اناستوموز ما بين الاستومك والديودنم احتماليه الليكج فيه اعلى لان السيروزال كفرنج بتاعه الديودنم مش كامله، زيها زي اجزاء من القولون هنبقى ناخدها ان شاء الله، الاسندنج والديسندنج، الترانسفيرس حلو والسيجمويد حلو. لما يكون السيروزا مش مغطيه في كله او في الجدرم في كله وغير بلاد سبلاي طبعا بتاع الجدرم رخم جدا، فبيخلي الاناستوموز اللي مع الجدرم دايما احنا حاطين ايدينا على قلبنا فيه، فساعات يحطوا انبوبه هنا قسطره عشان تاخد كل السكريشنز وتطلعها وكانها برنقه بدل ما السكريشنز تتفرع وتطلع وتليك من الاناستوموز في بير روث 1 اللي احنا اصلا بنطلعها. دكتور طب هي اللوب سندروم دي علاجها ايه؟ انك تخشي وتشيلي الريدندنسي ده وتقصري الافرنت لوب. ممكن بلباسه كمان. بس هي لازم تتحل سيرجري. الليفر عندنا عامل كده. في حاجه اسمها اناتوميكال لوبس وفي حاجه اسمها سيرجيكال لوبس. انا هتكلم على ان الجول بلادر بتقسم الليفر لاثنين سيرجيكال لوبز، ومصيرنا هناخد يعني ايه سيرجيكال يعني اناتومي. دي الجول بلادر. الجول بلادر دي لما ابص عليها الاقيها عامله كده. وبعدين طاقت. قصدي اقول ان الجول بلادر اللي هي مخزن لكل البايل اللي بيتفرز من الليفر ليها فندس وليها بودي، وبعد كده الحته دي اسمها الانفانديبولم. الانفانديبولم والانفانديبولم لما يوسع اناتوميك بيعمل حاجه اسمها هارت مانز باوتش. في حته في الاستومك لسه ما قلتهاش بس مسترخمها ان احنا نضيع بيها حصه اسمها الجست جي اي اس تي، بتبقى مهمه في الام اس كيو في الشفا ساعات، وحته اسمها الاكيوت جاست ديلاتيشن بقول لكم عليهم بس لما نجري شويه في البي يعني. بس احنا كده خلصنا تاني اكبر شابتر في الجي اي تي اسمه الاستومك. اول اكبر شابتر اسمه الانتستين، والحقيقه الاستومك اصعب والانتستين اسهل. خلاص البيلياري قد نص الاستومك تقريبا، الليفر نص الاستومك، يعني لما ناخد بيلياري وليفر يبقى خدنا كاننا استومك تاني. البانكرياس والسبلين والابندكس والانال قد الاستومك. فهمتوا قصدي؟ طيب يعني الناس تحذر ان الانهاء قرب، فجأة تلاقي نفسك في رمضان وصايم وعمال اديلك في حصص سبيشالات. فتيك كير من نفسك. ما تتحرمش لان انت عندك وقت والوقت ده مش ببلاش. هتتحاسب عليه بعد كده، تلاقي ضغطه رهيبه بقى وخلاص وكورونا خلصت ونزلنا بقى وبتاع. وتلاقي نفسك بقى ايه اللي ما خلصش مطلوب يخلص بس مطلوب ينزل، طب وفين بقى الوقت ما كان راح خلاص؟ الايام الحلوه دي هتفتكروا الايام دي وتنبسطوا منها. دي ذكريات حلوه جدا، قعدتكم في البيت شهرين دي ذكريات حلوه جدا. الهارتمان باوتش هو جزء من الانفانديبولم اللي وسع، وبعد كده النك، يبقى فاندس بودي انفانديبولم نك. النك تطلع منها النك اس شيب، تطلع منها القناه
اللي لما الليفر ينتج يروح مدخل فيها فيحوش في الجول بلادر، ولما تاكل انت حاجه فيها فات كتير الجول بلادر تكونتراكت وتروح موديه في القناه دي عشان تنزل على الانتست. القناه دي اسمها ايه؟ اسمها سيستيك دكت. ودي اول رسمه نرسمها النهارده. يبقى اجزاء الجول بلادر بودي فاندس، اسف فاندس بودي نيك الفضيبلم الاول، وفي انلارجد بارت اسمه هارتمان، ثم النيك، وتطلع من النيك السيستيك دكت. طب السيستيك دكت الرسمه الثانيه بقى، احنا قلنا الرسمه الاولى. الرسمه الثانيه السيستيك دكت عباره عن ايه؟ بتروح فين؟ السيستيك دكت بتطلع من البرتقالي بقى الجميل. فاندس بودي انفانديبلم هارتمان نيك سيستيك دكت، بيبقى ارفع طبعا منك، تروح داخله عشان تجوين. تجوين ايه؟ تجوين عمود تانل قناه. القناه دي قبل ما تجوينها ليها اسم وبعد ما تجوينها ليها اسم. يعني قصدي اقول ايه؟ يعني قصدي اقول ان قبل القناه ما تخش فيها السيستيك دكت كان ليها اسم، وتغير اسم القناه دي بسبب دخول السيستيك دكت. القناه دي كانت في الاول تفرعتين زي كده، ايه؟ دمياط، واسمها دمياط ورشيد، ولا اسمها ايه؟ الدلتا عباره عن فرع دمياط وفرع رشيد. ففي رايت هيباتيك دكت وفي ليفت هيباتيك دكت، ودول جايبين البايل من الليفر. طيب وروحوا نازلين وعاملين حاجه اسمها كومن هيباتيك دكت، يعني بالعقل كده الرايت تتحد مع الليفت تعمل كومن هيباتيك دكت. الكومن هيباتيك دكت لما تخش فيها السيستيك دكت يبقى اسمها كومن بايل دكت. كلام جميل يا جماعه؟ ماشي. نفسي في احمر ابن ناس الاخضر. ماشي. الكومن بايل دكت تروح عامله ايه؟ تروح داخله ومتسلله من ورا الفيرست بارت ديودنم. ماشي؟ وتروح داخله جوه مين؟ ادي الفيرست بارت ديودنم اهو، بصوا. وتروح داخله جوه قلب مين؟ جوه قلب البنكرياس. وبعد تجوين حاجه جوه البنكرياس اسمها ايه؟ بنكرياتيك. وبعدين تروح عامله اتساع في اخر حته في البنكرياس عند الهيد. اسم ايه الاتساع ده؟ امبولا. الامبولا يعني حاجه كبيره. امبولا اوف فاتر يعني سويلنج. كلمه امبولا باللاتين سويلنج. امبولا يعني ايه؟ سويلنج، اتساع. وبعدين تروح داخله جوه ايه؟ جوه السكند بارت ديودن. ده كلام بيزكس كله، اسهل من الهيافه. وحواليها عضلات تتحكم في الفتحه دي. يبقى السي بي دي تدخل جوه البنكرياس بعد ما تعدي من ورا الديودنم، وطبعا قبل ما تعدي من ورا الديودنم عدت فوق الديودنم، وبعد كده تتحد مع البنكرياتيك دكت وتعمل امبولا اوف فاتر. والامبولا اوف فاتر تخش في فتحه جوه السكند بارت ديودنم. يبقى ايه الاسماء لغايه دلوقتي؟ دي اسمها امبولا اوف فاتر، اسم العالم. ودي اسمها الفتحه الصغيره دي بقى اللي بيشوفوها بالمنظار، ديودينال بابيلا. يعني ايه بابيلا؟ يعني حته مرتفعه كمان كده، ديودينال بابيلا. وبعدين بقى ليه يا حبيبي ما تعرفش تخش الميتنج ليه يا عبد الله؟ دوس على اللينك. ايه المشكله؟
خلاص ديودينال بابيلا ماشي. وبعدين تفتح في السكند بارت اوف ذا ديود. يبقى هنتعلم ايه من الرسمه دي؟ هنتعلم الاتي، ان السي بي دي او الكومن بايل دكت ليها فور بارتس. فور بارتس. البارت الاولاني هو سوبرا ديودينال، البارت الثاني هو ريترو ديودينال وراه، البارت الثالث هو انترا بانكرياتيك، والبارت الرابع هو انترا ديودينال. كلام جميل، كلام معقول زي الفل. السي بي دي دايامتر اراوند 6 مللي، ستة ايه؟ 6 مللي، وطولها اراوند 10 سنتي، 8 ل 10 سنتي تقريبا. انا اسف، من 8 ل 10 سنتي. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى دي رسمه رقم 2. يا مسهل، البليار ده مهم، ما ينفعش تفهمه غير لما تكون ايه واخد المقدمات، والمقدمات اكبر من الدروس نفسها، كبيره ومهمه. وللاسف هي المفروض كلها تبقى بديهيات بالنسبه لكم، لكن انا ساعات كان الشرح غلط، في سورس غلط، فتلاقي الحاجات مش براكتيكالي راكبه في دماغك. ماشي. نبدأ بقى نخش على الرسمة الثالثة. الرسمة الثالثة بتقول إيه؟ ركزوا معايا بقى كويس عشان هنبتدي نخش في الغميق. آدي الليفر. وآدي الجول بلادر. وآدي السيستيك دكت. هنكبر الحته دي. ركز معايا. تبص تلاقي اللور بوردر اوف ذا ليفر اهو. ولاني كنت داخل برايت وليفت هيباتيك داكتس اتحدوا مع بعض وعملوا ايه؟ وعملوا كومن هيباتيك داكت. كلام جميل. ولان انا كنت داخل جوه كومن هيباتيك داكت بسيستيك داكت، والسيستيك داكت دي كانت جايه من النك الاس شيب والانفانديبلم والجول بلادر، فيبقى يحدني من فوق لور بوردر اوف ليفر. ويحدني من الرايت سايد سيستيك داكت، ويحدني من الليفت سايد كومن هيباتيك داكت. الكلام ده في منتهى الاهميه، ده اسمه تراينجل. التراينجل ده اسمه ايه؟ اسمه كالو تراينجل. كالو تراينجل. الكالو تريانجل ده هو اللي انا في عمليه استئصال المراره هناخدها ان شاء الله، لابروسكوبيك كولسيستيك عشان اوبن دلوقتي خلاص، تروح داخل عليه ومسلك فيه عشان توصل للحته من السيستيك داكت اللي تربطها. تربطها ربطتين، ربطه هنا وربطه هنا، وتقص ما بينهم. اوعى تغلط وتخش ديبر فتربط الكومنز بايل داكت. العين يطلع وصلت جوندس ويحتاج سلوشن بعد كده، ويحتاج ريكونستراكشن بعد كده، كارثه. وفي نفس الوقت ما تحسوتش قوي تروح رابط لي فوق عند البلادر نيك، عند الكول بلادر نيك. ف
فالصعوبه في ايه للجراح؟ انه ما يطلعش ويسيب حته من البلدر، وان كان ده اللي ساعات بنلجا له لما نلاقي الدنيا صعبه جدا، في حاجه اسمها سيسايل جول بلدر، يعني مش نازله بسيستم دكت واضحه، ولا تحسنك قوي تخش ناحيه الكومن بايل دكت تاذي العيان. فالعمليه عمليه اسمها السهل الممتنع، لو انا عارف طريقي فيها كويس اعملها كويس، مش عارف اخيط العيان واخيط نفسي. فالتسليكه بتبقى على ايه؟ بتبقى على الحته دي عن طريق ان في اله بتجيبها تروح ماسك بيها الهارت وتروح شده. بتشده ازاي؟ لو العيان نايم كده بتشده ناحيه رجلين العيان الهارتمان وناحيه الرايت سايد بتاع العيان، فينتج انه يتشد شويه رايت وشويه كودالي في النص ما بينهم، يعني تو ذا رايت اند ناحيه الكودال شويه. الشده دي تظهر لي التراينجل ده افضل ما يكون عشان ما اربطش السي بي دي. انا هدفي اربط السي دي واشيل المرارة، مش هدفي اربط السي بي دي واجيب له اوبستراكتيف جوندس واخيطه طول حياته. القصة بتاعت الشد دي في الاتجاهات دي للهارت من ده عشان اكسبوز الكالو تراينجل بوضوح فاشوف السيستك داكت بوضوح، القصة دي اسمها كريتيكال فيو، يعني الفيو اللي لازم كل جراح كريتيكال ليه انه يعمله عشان يايدنتيفاي الاستراكشرز كويس وما يأذيش العيان بكم. يبقى الكالو تراينجل ايه المكونات اللي فيه؟ حاجتين مهمين طبعا، قلنا الباوندرز خلاص، في حاجه اسمها ليمف نود اوف لاند، مهمه شافه، والليمف نود دي بتدرين المنطقه دي لل هيباتيك والسيليك ليمف نودز، يعني سنترال ليمف نودز الهيباتيك ارتري اللي هو هيدينا سيستيك ارتري هقول لكم عليه دلوقتي. رقم اثنين، في بيخترقنا هنا في التراينجل ده السيستيك ارتري رايح يدي لمنطقه الجول بلادر كلها. هو جاي منين؟ من الرايت هيباتيك ارتري، هقول لكم في الرسمه اللي جايه. يبقى التريانجل معمول بلور بوردر ليفر ويحد بيمين وشمال بسيستك داكت وكومن هيباتيك داكت. التريانجل اهميته عشان يعمل كريتيكال فيو اثناء اللاب كوليسيستكتومي. التريانجل فيه ليمف نود اوف لاند اند سيستك ارتري. ابدا الرسمه الرابعه. الرسمة الرابعة يا جماعة، نبدأ بقى كلام محترم جدا. ايه الارتيريال سبلاي بتاع الجول بلادر؟ ركز معايا. كنا قلنا ان في حاجة اسمها السيلياك ارتري، وان هذا السيلياك ارتري، الله الله، السيلياك ارتري بيطلع حاجة اسمها ايه؟ ليفت جاستريك ارتري، وبيطلع حاجه اسمها ايه؟ سبلينيك ارتري. شكلها بايخ، ماشي. وبيطلع حاجه اسمها ايه؟ كومن هيباتيك ارتري. وقلنا ان السبلينيك بيطلع ايه؟ شورت جاستريك ارتري. وبيطلع ايه؟ ليفت جاسترو ايبيبلويك. وقلنا ان الكومن هيباتيك ارتري بيطلع ايه؟ رايت جاستريك وجاسترو ديودنال. والجاسترو ديودنال طلع لي رايت جاسترو ايبلويك، ماشي. وبعدين الكومن هيباتيك بعد ما كتر خيره ادى الرايت جاستريك وادى الكومن هيباتيك وادى الجاسترو جينال ليد رايت جاستريك الرايت جاسترو بلويد، كمل بعد كده بحاجه اسمها هيباتيك ارتري بروبر اللي بيتقسم لليفت هيباتيك ورايت هيباتيك. مبروك وصلنا احنا عند الليفر، حته اسمها البورتا هيباتيس، رايت وليفت هيباتيك ارتس.
قال من الريفت هيباتك ارتري والرايت هيباتك ارتري. من الرايت هيباتك يطلع مين؟ الحمد لله على السلامة سيستك ارتري. اللي كان بيخترق في الرسمة اللي فاتت مين؟ الكالوتريانجل عشان يغذي الجول بلادر والحتة اللي هي جنب الجول بلادر يعني السيستك دكت بتاعتها. يبقى احنا كده قلنا ان السيستك ارتري اوف ذا رايت هيباتيك ارتري اوف ذا هيباتيك ارتري اللي طالع من السيليك هو اللي بيغذي الجول بلادر. لكن في حاجات تانية بتغذي بقيت البيليري تراكت. يعني هو انا مش بس جول بلادر وسيستك دكت، ده انا رحت بقى للكومن هيباتيك وبعدين سي بي دي وبعدين السي بي دي دخلت مع البنكرياتيك. انا قصدي اقول ان الارتيريا سبلاي للجول بلادر هو السيستك ارتري والبقيه البيليري تراكت من الجاسترو ديودينال ارتري. وهكذا تنتهي الرسمه الرابعه. يا سلام يا سلام يا سلام، اجيب كوبايه ميه واجي لكم. معايا كده يا جماعة؟ حلو أوي. يا رب. حاجات مهمة جدا. تعتقد ساعات يلا بقى نخش في الموضوع، يلا بقى نشتغل نظري، يلا نقول الموضوع الفلاني. غلط. جزء من أسئلتك في آخر السنة شفويات باراكلينيكال من ظلال الكلام ده. الظل بتاع الكلام ده. هتلاقي سؤال في البارا كلينيكال انت عرفته بسبب انك سمعتني هنا وذاكرت اللي انا قلته. عايز اقول لكم على حاجه مهمه، الام سي كيو بيبر رقم 3 فيها اسئله ام سي كيو، فيها اسئله اناتو، فيها اسئله فيسيولوجي. عشان كده بقول لكم دايما وانتم ماشيين معايا في المنهج نعلم في الصفحه اللي على الشمال او في اللي على اليمين الاسئله اللي اقول لكم عليها ام سي كيو وتعلمها بلون بنفسجي مثلا. لان اللون ما بتستخدموش خالص في ايه؟ في التظليل عامه لو انت بتلون. فيوم ما تيجي ورقه بيبر 3 تروح براجع اسئله ام سي كيو بتاعتي بتاعت البلاك زون اللي هي اسئله السنين السابقه وامتحان 2019 وبعدين تروح ايه؟ خابط لي النفسجي اللي عندك في النظر. فتبقى مغطي اسئله الام سي كيو حتى بما فيها الاناتومي لان ما حدش بيراجع اناتومي بتفاصيله كلها الا قبل البارا كلينيكال. ال 20 درجه بتوع البارا كلينيكال. لكن ما بتراجعهمش عمرك قبل الكلينيكال ولا بتراجعهم قبل النظري. انت بتذاكر النظري اسئله النظر الاناتومي المشهوره. فتخيل معايا الوضع من دلوقتي اللي اقوله لك تهضمه خلاص، ما تعرفش تتكلم كتير. الرسمه الخامسه. رسمه زرقاء بقى. الجول بلادر بتودي، شيل الرساله المتخلفه دي. الجول بلادر بتودي بحاجه اسمها فينز، فينز كده طلع او فينيولز طلع من الجول بلادر بت تروح مدخله على طول على طول على الليفر. يعني تبقى دريند في الليفر مباشره. طب والباقي؟ هيبقى حاجه اسمها ايه؟ فين اسمه سيستك فين يروح داخل في البورتال فين. يبقى لما نقول الارتيريا سبلاي قلنا الجول بلادر بتاخد بسيستك ارتري اوف هيباتيك رايت هيباتيك بالاخص وبقيه التراكت ياخد من الجاسترودينال اللي هو الايكون بايل داكت اللي طولها 10 سم. وبعدين لما اتكلمنا على الفينز قلنا الفين الفينس درينج للليفر لو انا في البيد اسمها الجول بلادر فوصه. يعني وانت بتسلك المراه وانت تشيلها في المنظار بتلاقي حاجات بتكويها هي دي الفينيولز. وبعدين الباقي بيدرين عن طريق سيستك فين للبورتال فين. يعني بورتال سيركيليشن اللي داخل الليفر خلاص.
يبقى دي الرسمة رقم 5 وهي الليمفاتيك. آسف الفينوس. بس الرسمة رقم 6 وهي الليمفاتيك. الليمفاتيك بتاعت الجول بلادر تروح على فين؟ ادي الجول بلادر اهي، وادي يا سيدي السيستيك داكت، وادي الكومن هيباتيك داكت، وهنا الليمف نود اوف لاند. دي بتروح على فين؟ بتروح على الحته اللي فوق بقى، دي اسمها بورتا هيباتس. يعني بتروح على الليمفاتكس بتاعت البورتا هيباتس. حلو كده؟ والليمفاتكس غالبا بتتبع الارتيريا سبلاي، فبرضه كان في برانش من الارتري اللي هو السيستيك ارتري. طب ده جاي منين؟ من الرايت هيباتيك ارتري. فيبقى هنمشي برضو مع الارتيريا سبلاي لغايه ما نوصل لايه؟ للسيلياك ليمف نودز. يبقى لما تسال الليمفاتيك سبلاي لايه؟ للبورتا هيباتس، اللي هي الحته اللي فيها البورتال فين بايفركيشن، الهيباتيك ارتري بايفركيشن، السي اتش دي لما تتكون من التو رايت وليفت هيباتيك داكس، دي اسمها البورتا هيباتس. والليمف نودز اللي اسمها سيلياك، لان احنا ماشيين مع السيستيك ارتري مع الرايت هيباتيك ارتري. ونمشي بعد كده على السيليك اللي هي سنترال ليمف نودز. ماشي، عايز اعرف كم حد بيقطع معاه. هبعت كده رساله. واضح يا هلا ان انت عندك مشكله اصلا. ومن امتى؟ ماشي. طيب رسمة رقم 7، هعمل unmute واتأكد الناس اخبارها ايه. انا اسف. ايه يا جماعة، في مشكلة؟ اللي عنده مشكلة يقول اه. نعم دكتور، هو الصوت بيقطع وبيروح ويجي كده. مين بيتكلم؟ منى. ايوه يا منى، الصوت بتقولي بيروح ويجي. ايه مين تاني بيقول زي منى؟ وانا كمان عندي يا دكتور بيروح وبيجي. مين؟ ايوه احيانا الصوت بيروح ويجي من اول الليمفاتيك كده. من اول الليمفاتيك ده قريب قوي يعني، الصوره مثلا كانت بتقطع كده شويه. طب قبل الليمفاتيك؟ لا قبلها تمام. طب يا منى كان قبل الليمفاتيك في حاجه؟ شوية في الفينوس بان. ده very recently. طب هلا فين؟ ماشي. طيب شروق عندك تقطيع؟ لا يا دكتور. كارولين؟ لا يا دكتور تمام. الاء؟ دكتور كان بيقطع شوية. احمد؟ انا تمام. المشكلة مش من عندي، المشكلة عندكم اللي بيقطع من عنده. هل ينفع نشتغل 4G شويه؟ شغل الجيبك شويه واشتغل 4G. ممكن نقلب من الواي فاي ل4G ولا لا؟ انا شحنت الباقه عشان اسمعها 4G يا اسطى. مين؟ عبد الله؟ لا محمد، لسه شاحنها حالا. طيب بيقطع معاك؟ لا تمام يا دكتور زي الفل. المشكله عند الناس اللي عندها واي فاي بيقطع. خلاص، والمشكله دي ما اقدرش احلها، لازم انت بتحلوها، يا تشحن وتعمل 4G تاخد عرض كده بتدفع مش عارف 300 400 جنيه تاخد لك مثلا 20 جيجا 4G او 25 جيجا. واسمع ان هم بيدوا دلوقتي جيجات بالمجاني. اعمل ميوت. ركز بقى في الرسمه السبعة، النيرف سبلاي. عندي بارا سيمباثيتك، وده قلنا الفيجاس. انهي فيجاس؟ انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور.
انهي برانش من الانتيريور هيباتيك برانش. طب ده وظيفته ايه يا جماعه؟ كونتراكشن اوف جول بلادر. وطبعا بيكونتراكت في الاخر عشان يريلاكس، مش هقول كونتراكت والكونتراكت، يريلاكس السفنكتر اوف اودي عشان البايل تنزل. اما السيمباثيتك ده مش بتاع الاكل، ده بتاع الايه؟ الاسترس. فما فيش الكلام ده. السيمباثيتك عن طريق حاجه اسمها السبلانكنيك بلكسس. والسبلانكنيك بلكسس بتعمل ايه؟ بتعمل ريلاكس للجول بلادر وكونتراكشن، يعني انهبيتور يعني، وكونتراكشن للسفنكتر اوف اودي. حلو كده؟ يبقى في عندي سبلانكنيك بلكسس، عندي سيليك بلكسس اكشولي، ودي عند الارتري، والباراسمباتيك وهو الفيلس. ده بيعمل كونتراكشن للجول بلادر وول، ده بيعمل ريلاكسيشن. النقطة اللي بعد كده الهرمونز. الهرمونز عندي هرمون أول ما المعدة ينزل فيها أكل وتستفز الديودينم يطلع في الدم هرمون اسمه سكريتين. السكريتين يخلي ايه؟ يخلي الليفر يطلع بايل كتير يروح داخل من السي اتش دي هوب على الجول بلادر. حلو كده؟ يبقى وجود الاكل بيخلي السكريتين يزيد، والسكريتين يزود السكريشن من الليفر، اسمه سكريتين، يزود السكريشن من الليفر، والليفر يحوش جوه الجول بلادر. ليه بقى؟ لان بيبقى لسه السفنكتر اوف اودي هو يحاول ينزل الاول تحت ما يعرفش، يلاقيه مقفول، يروح طالع وداخل في السيستك دكت وقاعد جوه الجول بلادر ويرقد جوه الجول بلادر. وبعدين شويه مع الاكل يبتدي ينشا هرمون تاني اسمه كوليسيستوكاينين برضو في البلاد فيسلز. الكوليسيستوكاينين ده هو اللي يقول لك انا زدت على فكره بعد السكرتين، لكن لسبب ان انت واخد شويه فاتس كتيره وانا ما بحبش الفاتس، فلو سمحت انا هعمل كونتراكشن للجول بلادر، ولما تكونتراكت الجول بلادر هتنزل كل البايل اللي كان فيها على الديودنم تغرقه، فلما تغرق الديودنم الفات اللي انت منزله لي القرف ده يبتدي يتهب. فيبقى الاكل بصفه عامه بيزود السكريتين، وجود فات في الاكل بنسبه كبيره يزود الكوليسيستوكاينين، بيقول لي اللي حوشته نزله لي لو سمحت. حلو كده؟ يعني في الاوقات العاديه السكريتين موجود على طول تقريبا لما تاكل، لكن الكوليسيستوكاينين بيبقى مع الفات يميل اكتر. كلام جميل. يبقى ده هرمونز. طيب